السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لمفاد هذه الحلقة بغيت نشارك معكم الطريقة ديال استعمال حبوب السبيرولينا. هذا السبيرولينا هذه اللي خاصنا ناخذوها من مصدر موثوق من الصيدليات، وخاصنا عاوتاني ما نخلطوهاش مع بعض المكونات اللي هي قوية بحال السكنجبير ولا الخرقوم البلدي ومع الثوم ولا مع العشبة ديال الجينسينغ. كيف ما شفتوا معي أخواتي إخواني، كتجينا على هذا شكل أقراص في هذه العلبة هذه. غادي نوريكم كيفاش كيكون الشكل ديالها، كيكون اللون ديالها اخضر. الاقراص ديال السبيرولينا هذا هو الشكل ديالها، اللي هي عباره على طحلب. هذا هو الشكل ديالها عاوتاني في هذا الكيس، على شكل بودره خضراء. نوريكم الشكل ديالها، كتكون على شكل بودره الخضراء. كيف ما قلت لكم اخواتي اخواني، خاصنا ناخذوها من مصدر موثوق بحال الصيدليات ولا شبه الصيدليات، وخاصنا ما نفوتوش 5 غرامات في اليوم. كيف ما شفتوا معايا هذا هو الشكل ديالها. غادي نرجع هنايا وغادي نستمر نتكلم لكم على فوائد ديالها ولا شنو هما الطريقه ديال الاستعمال والطريقه ديال التحضير ديالها. المشروب ديالها اللي هو سهل بزاف، كيف ما قلت لكم غادي الا خديتوها هكذا على شكل اقراص، غادي تشربيها اختي مع الماء. غادي تناوليها من بعد الاكل بنصف ساعه 3 مرات في اليوم. اما الا خديتيها على شكل بودره على هذا الشكل، غادي تاخدي غير معلقه صغيره. غادي تخلطيها مع كاس من العصير ديال البرتقال. كما قلت لكم غادي تاخذوها على شكل اقراص ولا على شكل بودره، وغادي خاصكم تستشروا مع صيدلي ولا الطبيب، هو اللي غادي يعطيكم الكميه اللي غادي تحتاجوا، وغادي يقول لكم واش ممكن لكم تستعملوها ولا لا. كيف ما قلت لكم لما في الحلقه غادي نشارك معكم الطريقه ديال هذا التحضير ديال هذا المشروب ديال السبيرولينا. كيف ما قلت لكم في بدايه الحلقه، يا اما مع العصير ديال البرتقال ولا تشربوها بكل بساطه غير مع الماء الا كانت على شكل اقراص بحال هذا الشكل. هذا السبيرولينا اللي هي عباره على طحالب، كتكون في قاع البحر، كتكون فيها انواع كثيره، فيها 1500 نوع، والانواع الصالحه للاكل هي 35 نوع فقط. هاد الانواع هذه اللي صريح الاكل كنلقاوها فقط غير في الصيدليات ولا في شبه الصيدليات. كيف ما قلت لكم هاد السبيرولينا خاصنا ما نخلطوهاش مع شي حاجه تكون مكون يكون قوي بحال الثوم ولا الخرقوم البلدي ولا السكنجبير. المهم الا كانت على شكل اقراص بحال هذا الشكل هذا، ممكن تاخديها 3 مرات في اليوم، يعني 3 حبات في اليوم كلهم بعد الاكل بنصف ساعه، ولا غير 2 مرات في اليوم. هي في نفس الوقت كتزيد في الوزن الا تناولناها بهذه الطريقه هذه 3 مرات في اليوم. الا بغيتي تزيدي في الوزن ديالك بشكل سريع، وغير 2 مرات في اليوم الا بغيتي تزاد لك في الوزن ديالك بشكل بطيء وغير بشكل خفيف. يعني غادي نتبعها من بعد الاكل بنصف ساعه. ولي غادي تناوليها اختي، خاصك تشاركي واحد شويه ولا تلعبي شويه ديال الرياضه باش تعطينا واحد الطاقه طيله اليوم، وفي نفس الوقت كتزيد لينا في الحجم ديال العضلات. هي في نفس الوقت عاوتاني كتحمي من فقر الدم، وكتزيد في الوزن بالنسبه للاخوات اللي بغاو يزيدوا في الوزن ديالهم، وهي كتحمي من تساقط الشعر، ومفيده بزاف للشعر والاظافر. وقبل ما ناخذوها خصنا نستشروا مع الطبيب ديالنا ولا مع الصيدلي، بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الامراض المزمنه ولا من حساسيه، ولا المراه الحامل عاوتاني خصنا ما نكثروش منها، خصنا ما ناخذوهاش بشكل عشوائي وما نفوتوش فيها المده ديال 3 اشهر حنا متبعيها. المهم اللي نبغيو نتبعوها اول مره، غادي تبعيها المده ديال 3 اشهر الاولى، غادي توقفي عاوتاني ما غاديش تبعيها مده 3 اشهر المره الثانيه. من بعد غادي تبعيها عاوتاني مده 3 اشهر، يعني بالتناوب ولا التوالي. المده ديال 3 اشهر في الاول غادي تبعيها، غادي توقفي مده 3 اشهر وتعاودي تبعيها عاوتاني مده 3 اشهر اخرى بالنسبه للاخوات اللي بغاو يبقاو متبعينها. المهم ما كناخذوهاش بشكل دائم. هذه هي الطريقه ديال اخذ هذا الحبوب هذه ديال سبيرولينا. خاصنا عاوتاني كيف ما قلت لكم ناخذ غير 5 غرامات في اليوم كله تقريبا، من 2 حبات حتى 3 حبات في اليوم، وحبه من بعد الوجبه ديال الافطار بنصف ساعه، وحبه اخرى من بعد وجبه الغداء بنصف ساعه، وحبه اخرى عاوتاني من هذا الحبوب ديال سبيرولينا بعد وجبه العشاء بنصف ساعه. هذا السبيرولينا هذه مزيانه بزاف للناس اللي عندهم انيميا، مزيانه بزاف للاطفال اللي حتى هما كيعانيوا من الانيميا، وحتى بالنسبه للنساء. المهم في حدود 5 غرامات فقط. المهم خاصنا ما نتناولوهاش بكميه تكون كثيره، نتناولوها غير بكميه تكون قليله بزاف وضئيله.
ولا كانت على شكل بودره غادي ناخذ منها من معلقه صغيره حتى معلقه كبيره في اليوم كله، هكا كاس من عصير البرتقال يكون كبير شويه، ولا كانت هكذا على شكل اقراص غادي تتبعها من جوج المرات حتى ثلاثه مرات في اليوم، حابه من بعد كل وجبه بنصف ساعه. كيف ما شفتوا معايا اخواتي اخواني كانت ديال الحلقه ديال اليوم اللي تكلمت لكم فيها على هذا الطحلب ولا هذا العشب هذه ديال السبيرولينا، كنتمنى منكم تجربوها، وبالنسبه للاخوات والاخوان اللي بغاو يجربوها ويتناولوها كنتمنى منهم يساشوا مع الطبيب ديالهم ولا مع الصيدلي قبل ما يستعملوها، فهي مفيده بزاف بالنسبه للناس اللي كيعانيو من فقر الدم، ولا بالنسبه للناس اللي بغاو يحميو نفسهم من الفقر الدم، ومزينه بزاف الشعر وحتى الاظافر، مزيان الاطفال وحتى النساء، وهي راه كتحمي من تساقط الشعر. كنتمنى منكم تجربوها وتستشروا مع طبيب قبل ما تجربوها، وكنتمنى هذه الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، اللي عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتدعموا لي بلايك، وبالنسبه للاخوات والاخوان اللي مازال ما شاركوش كنتمنى منهم يشاركوا، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد، والى حلقه اخرى والى اللقاء.